أهلا بكم إلى هذا الموجز الخاص. فقد أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء عن وفاة الدبلوماسي الجزائري محمد أمقران بن مختار الملحق بقنصلية ليون بفرنسا. وتحدث الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عن ظروف تستدعي التوضيح بشأن وفاة بن مختار محمد أمقران الملحق القنصلي بالقنصلية العامة للجزائر بليون اليوم 21 من ماي. وأوضح المصدر أن الخارجية أوفدت فريقا بقيادة المفتش العام للوزارة من أجل تسليط الضوء على الظروف التي حدثت فيها المأساة. وأشار بن علي شريف أن سفير الجزائر بفرنسا اتخذ مباشرة بعد إعلان الفجعة الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون في بلد الاستقبال في مثل هذه الحالات، وأنه سيتوجه كذلك إلى ليون من أجل مساعدة القنصل العام في إجراءات رفع الجثمان ودعم عائلة الفقيد. وحسب المعلومات المستقاة عن الفقيد فإنه يبلغ من العمر 58 سنة، وقد تم تعيينه في منصبه قبل سنتين، وقد تم العثور عليه ميتا في مستودع منزله في حدود الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز الخاص. ابقوا مع البلاد وسنوافيكم بكل جديد لحظة وروده. إلى اللقاء.